نحن ندعو إلى تدويل قضية الأسرى وضرورة الضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب القانون الدولي الذي يحتم بإطلاق سراح الأسرى المرضى من سجون الاحتلال الصهيوني. ونحن ندعو إلى أكبر حملة تضامن شعبي وإقليمي ودولي مع أسرانا الأبطال حتى يتم إطلاق سراحهم. هذه الهجمة المصروعة التي تشن ضد الحركة الوطنية الأسيرة خلال الأسابيع الماضية تتطلب جهد ونزول إلى الساحات والميادين من كل جماهير شعبنا الفلسطيني نصرة لهذه القضية المركزية. آن الأوان لتدويل الملف الطبي خاصة في ظل ارتفاع أعداد المرضى ليصل إلى أكثر من 600 أسير من بينهم 25 أسيرا مصابون بمرض السرطان بالإضافة إلى آخرين مصابون بأمراض خطيرة ومزمنة مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لإنقاذ حياة الأسرى المرضى من جانب وإنقاذ الأسرى الآخرين من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.